أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، مع الحلقة الخامسة من صناعة هوية الفريق. اليوم راح نتكلم عن تكملة للمحاضرة الرابعة، وأيضا ننطلق إلى مفاهيم جديدة. طبعا خلوكم وياي ولا تنسون المشاركة في القناة. طبعا المحاضرة الخامسة أسلوب اللعب الهجومي اللي تكلمنا عليه في المحاضرة الرابعة، الهجوم التموضعي اللي هو كان الجزء الأول. اليوم راح نتكلم عن الجزء الثاني بالهجوم التموضعي. طبعا راح نتكلم نفس المخطط اللي طرحناه سابقا في المحاضرة الرابعة، قلنا هي الأساسيات الفردية اللي يعتمد عليها كل قواعد اللعب والرولز الخاصة باللعبة. تكلمنا عن الثنائيات وهي الثنائيات المباشرة والغير مباشرة. اليوم راح نتكلم بشكل مباشر وبشكل أكبر عن الثنائيات، وأيضا عن المثلثات والزوايا وكيف نخلق المثلثات في النظام 4-0 و3-1، وأيضا في معظم الأنظمة الأخرى اللي ممكن نستخدمها في كرة القدم الصالات. طبعا المجموعات دائما متكونة من 3 لاعبين، وهي مثلثات هجومية، وهي ايضا يكون ذو اداء ثنائي، يعني ثنائيات بين لاعبين، لكن يضاف لهم لاعب ثالث، وهذا الشيء يمنح مزيد من التغيرات للعبه. وهذا هنا راح يصير صنع القرار اكثر تعقيدا من الثنائيات، انه يكون لاعبين مع بعض، راح يكون ثالث 3 لاعبين، وهذا يخلي صناعه القرار او صناعه اتخاذ القرار بشكل معقد اكثر بسبب المتغيرات الاكبر، وبالتالي هناك العديد من العوامل لازم نراعيها وفي المثلثات. وعلى هذا الاساس وعلى هذا الجانب في المثلثات الهجوميه راح نقسمها الى نوعين. النوع الاول هو مثلثات ذو سعه، يعني ذو عرض، ومثلثات ذو عمق، يعني نعمل بانتشار عرضي ونعمل بانتشار طولي. خلونا نشوف، يعني اليوم بالصورة رقم 1 هنالك انتشار طولي، وأيضا في الصورة رقم 2 هنالك انتشار بالعمق. خلينا نشوف الصورة رقم 1، تظهر مثلث ذات سعة، مثلث وهمي. شوفوا هنا في الصورة رقم 1 ان نحاول انشاء مثلث بدون عمق، يعني ما عندنا لاعب متمركز في عمق الملعب للامام ويكون راس مثلث. لماذا؟ السبب احنا نريد انه يكون المدافعين قريبين من الكرة، وهذا راح يخلينا نخلق مساحة خلفهم. من ناحية اخرى او بكلام اخر، في الصورة الثانية ممكن احنا نسوي مثلث بعمق ايضا، لكن عن طريق تدوير الكرة وخلق الفراغ بين الخطوط. إذا تلاحظون في الصورتين اللي أمامكم، إحنا نلعب بنظام 4-0، ويمكننا عمل مثلثات اعتمادا على النظام الهجومي اللي إحنا نستخدمه، لكن لازم نعرف كيفية حركة اللاعبين. خلينا نتحدث إنه إحنا كيف نستخدم المهاجم المحور، اللاعب اللي يتمركز في الوسط في المقدمة، وإحنا نستخدمه في نظامنا أو لا، يعني نستخدم مهاجم محور حقيقي او نستخدم مهاجم محور وهمي. خلينا نروح ونشرح هذا المفهوم. طبعا المثلثات باستخدام المهاجم المحور للنظام الهجومي 3-1 هو الوحيد فقط اللي يستخدم مهاجم المحور؟ هذا السؤال لازم نجاوب عليه. الجواب بالتاكيد كلا. لماذا؟ يمكننا استخدام المحور في نظام 4-0، وايضا في نظام 2-2، وايضا في نظام 1-2-1 والى اخره. فقط في قفزه او حركه عميقه لاحد من احد الاجنحه او احد اللاعبين الموجودين على الاطراف او قريبين من في المنطقه المتقدمه للعمل على المهاجم المحور. طبعا في نظام 4-0 من خلال قفزه عميقه لاحد اجنحتنا، هي الصوره اللي موجوده على يمينكم، يمكنها تحويل احد اللاعبين من نظام الأربعة، أحد اللاعبين يحولنا من نظام 4-0 إلى نظام 3-1. طبعا هذا النوع من الحركة يمكن أن يطبق عليها قواعد وشروط اعتمادا على مقدار الحركات أو القواعد اللي إحنا حاطيها للفريق فريقنا وتكتيك اللي
احنا نتبعه. خلينا نروح على مثالين بسيطين مهمات عن نفس الصورة، انا دا اكررها لانه حتى تعطينا مفهوم واسع. في الصورة الموجودة على اليسار، قفزة احد المهاجمين من العمق وتحول الى لاعب المحور من نظام 4-0 يتحول الى نظام 3-1. وتوضح الصورة على اليمين كيف يمكن ان يقفز الجناح او يتحرك الجناح من الجانب الى المحور او العمق وتحويل النظام الى 3-1. طبعا في كرة القدم الصالات هي لعبة تحتوي على مرونة تكتيكية كبيرة وواسعة. طبعا حركة الاتساع للجناح هو مفهوم الانتشار العرضي مهم جدا. قبل سرد قبل ما نتكلم بخلق المثلثات في نظام 3-1، احنا من المهم جدا انه نعرف مواضع تمركز لاعب المحور او المهاجم المحور في النظام الهجومي التموضعي اللي يعتمد على تموضع او تمركز اللاعب في الملعب. خلينا نتكلم او نتعرف على اماكن تواجد اللاعب المحوري. طبعا اولا مواقع المحور او اللاعب المهاجم المحور النظام الهجومي، اول حاله هو يتمركز في وسط الملعب مثل ما تلاحظون في الدائره المخططه باللون الاحمر. يحاول المهاجم المحوري السيطره على المركز، مما يؤدي لانتشار انواع مختلفه من الخطوط التمرير، وهذا احنا نسميه دائما اللاعب المحطه، ونسميه اللي هو اللاعب المرتكز الى الامام. هذا اللاعب يقوم بعمليات الحجز والبلوك ومساندة الزملاء القادمين من الخلف. طبعا البوزيشن الثاني او التمركز الثاني المهاجم الشبه مركزي اللي يوقف قليلا باتجاه اليمين او قليلا باتجاه اليسار كما موجود موضح اللاعب رقم 4 في الدائرة الحمراء، وهنا يتحكم على جانب واحد في المجال وممكن انه يتحول من جانب الى جانب اخر. المهاجم الحالة الثالثة والمركز الثالث المهاجم المحور الكاذب. طبعا هذا اللاعب هنا يكون عنده جانب كبير من القدرة على خداع المنافس، وهو دائما يتحرك باتجاه الاطراف الملعب ويتحرك على الخطوط، وايضا لحظه استلام الكره او لحظه طلبه للكره يتحول الى داخل الملعب، وهنا يخلق مساحه في مركز اللعب، وممكن ايضا يسوي اللاعب يسوي المحور الى الجانب من اجل انه تفريغ المساحه في وسط الملعب. طبعا مفهوم يتعلق بالاتصال بالمهاجم مفهوم كبير ومهم جدا، هو انه كيف يمكن ان نهاجم الكره بعد الاستلام، بعد ان نمر للاعب رقم 4 المحور، كيف يمكننا ان نعمل، ما هي الاجراءات اللي نقوم بها. فهنالك مفهومين او حركتين نقوم بها، هي الهجوم المباشر والهجوم الغير مباشر. خلينا نتعرف عليها بشكل بسيط جدا. الحركة المباشرة أو الهجوم المباشر هي الحركة اللي يقوم بها اللاعب بالذهاب مباشرة إلى الكرة ولا يهم له مكان لاعب المحور. يعني اللاعب يلعب مناولة ويتحرك مباشرة باتجاه الكرة، هذا يسمى حركة مباشرة. والحركة الغير مباشرة هي الحركة اللي ينتقل بها اللاعب إلى المساحة ويتم انشاؤها بالقرب من اللاعب المحور، اي ما يتحرك باتجاه الكره. اعطيكم مثال بسيط في الصوره الموضحه امامكم، اللاعب رقم 2 بعد ما يمرر الكره الى اللاعب المحور ينتقل بحركه مباشره، بينما اللاعب رقم 5 ينتقل ويسوي قطع الى الجانب ويسوي حركه غير مباشره. هذه الصوره ممكن انه تتفكر بها وتلاحظها بشكل متمعن. طبعا نتذكر دائما بشكل مهم انه الحركه المباشره مع المهاجم المحور تساوي على الكره، يعني باتجاه الكره، هاي الحركه المباشره. والحركه الغير مباشره باتجاه الفراغ، يعني الحركه المباشره كره والحركه الغير مباشره فراغ. من هذا المفهوم يمكننا عمل الكثير من التركيبات والقواعد وإنشاء
العديد من الثنائيات والثلاثيات المثلثات. وسؤال احنا هنا نطرحه لاعبينا ونطرحه احنا كمدربين على مود نخلق وضعيات خاصة بالعمل التكتيكي، كيف نهاجم المساحة الفراغ وكيف نهاجم الكرة. دائما نفكر انه حان الوقت للتحدث عن المثلثات في النظام التموضعي 3-1، وراح نشرحها بشكل مبسط، وايضا 4-0. قبل ما ندخل احنا راح نصنف المثلثات الى نوعين مثل ما تطرقنا، انه عندنا مثلثات للانشاء ومثلثات يعني بحثا عن الثنائية، ومثلثات خاصة بالاتصال المحوري. لعب مع الأجنحة بين الخطوط. في الصورة اليسار اللعب بين الخطوط جعل الجناح مقابل 2 يتحرك إلى الوسط ليشكل مثلث دون لمس الكرة، وهذا يصير لعب غير مباشر. اللعب بين الخطوط لجعل اللاعب يتحرك رقم 5 إذا تلاحظون الصورة الموجودة على اليمين، ويسقط ويخلق مثلث. هنا الحالتين لعب غير مباشر، خلق لاعب محور. طبعا اللعب بين الخطوط مع المحور مع اللاعب المحور، إذا تلاحظون اللاعب المحور هو لاعب رقم 4، يتم لعب تكتيك اللعب بين الخطوط حتى نتمكن من إظهار اللاعب رقم 4 اللي هو اللاعب المحور وإنشاء مثلث هجومي كما في الصورة أمامكم. اتصال باللاعب المحور، طبعا يتضمن هذا الإجراء أو هذا التكتيك الخاص رقم 3 باللون الأحمر اللي هو حامل الكرة يمر إلى الجناح، رقم 2 اللي نفسه يرجع يمرر إلى اللاعب رقم 3 وللخلف ويمرر الكرة تمريرة داخلية إلى أمام من أجل أنه اللعب مع اللاعب المحور. هذه الاختلافات دائما مثيرة للاهتمام وتعطينا فرايشن كثير، تغييرات كثيرة. طبعا نخلق الحركة بعض الاختلافات تخلق هذه الحركة بعض الاختلافات المثيرة. المتغير رقم 1 خلينا أخذه اللي هو على الجانب اليسار، نقوم بالتوازي مع اللاعب المحور. اللاعب المحور رقم 4 راح باتجاه طرف الملعب، ولعبنا من خلال اللاعب رقم 2 تمريرة متوازية ومن أجل اختراق المركز. المتغير الثاني اللي هي الصورة الموجودة على يمينكم، هم أيضا لعب متوازي للاعب المحور، وحركة الإغلاق تجعل اقتحام المركز سهل وأفضل، لكن هنا اللاعب رقم 3 هو اللي يقطع. في الحالة الأولى اللاعب رقم 2 هو اللي يقطع. عن حركة الانتشار العرضي، هذه أيضا مثلثات ذات سعة، انتشار بين الخطوط على أساس الإجراء التكتيكي دون النمط. نعتزم احنا إنشاء لعب بين الخطوط مع الحركة من الجناح رقم 2 و 4، وحركة الاتساع للاعب الأمام رقم 3. إذا تلاحظون الصورة اللي موجودة أمامكم على اليمين، ما يؤدي إلى فتح دفاعات المنافس والسماح للمساحات بالاتصال بالمحور. احنا كخلاصة تحدثنا اليوم عن المثلثات الهجومية وبعض المفاهيم المهمة مثل العمل بالسعة بالانتشار العرضي والعمل بعمق والمثلثات باستخدام اللاعب المحور المهاجم المحور ومواضع تمركز اللاعب المهاجم المحوري والحركة المباشرة والغير مباشرة في بعض المثلثات. طبعا أشكركم شكرا جزيلا، أتمنى أنه تشتركون في قناتي وتدعموني أكثر. مع السلامة.